مساء الخير عليكم جميعا أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة هي في كل مكان. أهلا وسهلا بكم، هكون معكم أنا ميرفت ربيع من دلوقتي على مدار نص ساعة على الهواء مباشرة. خلوني وفي البداية نتكلم تحت عنوان تغيير طبيعة المرأة. الست بطبعها أنثوي، فما ينفعش تكون مسترجلة، ولا المقولة الشهيرة اللي بنسميها كل شوية إن الست بميت راجل. لا طبعا، الست والراجل، الست ست والراجل راجل. وبنلاقي ان في ستات كتيرة بتدخل في توب الرجولة يا جماعة، لدرجة تشوف واحدة ست تلبس لبس راجل وبرضو تقول انا ست بميت راجل. بعض الفكر يقول انها لما تلبس لبس راجل هتكون اكثر قوة واكثر هيبة والناس هتخاف منها. بنقول مش عشان ان كونك ست تبقى ضعيفة، لا لا لا، انت قد الدنيا، قوية بشخصيتك، يمكنك في المجتمع، وكمان عندك أنوثة جذابة. لا تسترجل المرأة إلا إذا فرط الرجل برجولته، ولا تكون المرأة سيدة الرجل إلا إذا فشل أن يجعلها امرأته. وإذا لم تعد المرأة امرأة كما يجب فلأن الرجل لم يعد كما يجب. لا تصدقوا أن المرأة التي تحمل مسؤولية وهم البيت امرأة سعيدة، إنها في أعماقها تحن إلى رجل يحميها ويتحمل مسؤولية بيته. فإن كانت الحياة غيرت وظيفة النساء فهي لم تغير الطبع نفسه، فالمرأة ما زالت تبيع الدنيا لأجل رجل يحبها، ما زالت تسعدها الهدية ولو ملكت مال أرون، ما زالت تريد صدر حنون حتى ولو كانت في أعلى المناصب. هي أشياء بسيطة ولكن بتسعد المرأة. فطبعا يا جماعة دي مقدمة جميلة جدا اللي هي كانت بعنوان تغيير طبيعة المرأة. يعني احنا بنلاحظ منذ قديم الأزل، مش هنقول من الأيام دي بس، لا من زمان جدا، أي رجل يخلف بنت يقول لها أنا مش عايزك بنت، أنا عايزك ست بميت راجل أو بنت بميت راجل علشان تسنديني، علشان تقفي جنبي. تيجي الست تتجوز برضو رجل يقول أنا برضو بحب ارتبط بست تكون بميت راجل، بحيث إنها تكون يعني سند ليا برضو في الحياة. طب يا جماعة أنا عايز أعرف حاجة، ليه إحنا عايزين نغير طبيعة الأنثى في المجتمع؟ ليه إحنا بنسعى إن الأنثى تبقى رجل؟ ونكمل كلامنا بعد الفاصل، اوعى تروحوا في أي مكان. ورجعنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل عشان نكمل الجزئية اللي احنا اتكلمنا فيها في مقدمة الحلقة، وهي كلمة الست بميت راجل، والمجتمع بيحاول يا جماعة يغير طبيعة المرأة، واحنا بنرفض الكلمة دي وبنتمنى انها تنتهي. لا الست هتبقى رجل أبدا، الست هتفضل ست والأنثى هتفضل أنثى. ولو كانت في بعض السيدات بتفتكر انها لما تلبس ثوب الرجولة وتكون أكتر هيبة وقوة ان الناس هتخاف منها او تقدرها، انا بقول لها لا، انت كده بتسعي لتغيير طبيعتك والكينونة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقك عليها. ليه بتتغيري؟ على فكرة قوة المرأة لا تتعارض أبدا مع مظهرها الأنثوي، يعني ممكن تكوني أنت ست غاية في الأنوثة والجمال واللي ربنا خلقك عليه والرقة وكل شيء، وفي نفس الوقت قوية، وفي نفس الوقت شخصيتك قوية. لو كنت عايزة الناس تهابك في طرق كتير جدا ان الناس تحط لك يعني احترام كبير وهيبة، هي ببساطة جدا واقدر اقولها لك، تحطي حدود ما بينك وما بين أي حد. إذا حطيتي الحدود ما بينك وما بين أي شخص مهما بلغت قوته هيحترمك وهيقدرك. والإنسان دايما يا جماعة اللي بيحترم نفسه كل الناس بتحترمه وبتعمل له 1000 مليون حساب. فأنا بقول لكل أب ولكل زوج ولأي حد في المجتمع، بلاش ننادي إن الست تبقى راجل. الست ليه يا جماعة عايزين الست تبقى هي تبقى هو؟ هي عمرها ما هتبقى هو، هي هتفضل هي وأجمل ست في الدنيا.
من كام يوم كده، حابة قبل ما أدخل في موضوعنا الأساسي، كنت طبعاً أنا طبعاً بحب أشارككم في حياتي اليومية. قابلت شخصية بسيطة جداً، وبعدين كان بيمر علينا، كنا رايحين مشوار، وطبعاً هو يعني كان بيتفضل السائق يعني وكده، وكان بنتكلم مثلاً في مشاكل معينة. فلاحظت يا جماعة إن هو بيعدي أي مشكلة بمنتهى السهولة، مفيش حاجة بيقف عندها. فأنا سألته: أنت ليه يعني ما بتزعلش على اي حاجه وما بتتاثرش؟ قال لي كلمه حلوه حبيت اقولها لكم، قال لي: ما احنا لازم نعدي علشان الدنيا تمشي، لازم نعدي علشان الدنيا تمشي. يا جماعه لما هنقف لبعض على كل كلمه وكل حركه وكل شيء، ده احنا كده مش هنعرف نعيش، ده احنا هندخل نفسنا في مشاكل كتيره جدا. انا عايزه اقول لكم ان احنا ناخد، حتى لو في انسان قدامنا غلط فينا او قال لنا اي حاجه مش كويسه، اتجاهل الموضوع، اعدي الموضوع علشان الحياه ايه تمشي وتستقر. فعشان كده انا بكلمكم النهارده في موضوع غايه في الاهميه، وهو فعلا يعني بيشغل كل المجتمع حاليا، وهو بعنوان الانفلات اللفظي والحركي، بين قوسين نحطهم كده نقول التطاول. لو هتكلم عن التطاول اللفظي والحركي، هقول ان استخدام الالفاظ الجارحة او السلوكيات الجسدية المهينة او العدوانية تجاه اي شخص بيكون عبارة عن سب واهانة او تهديد او حتى الاعتداء الجسدي. النوع ده يا جماعة من السلوك بيعكس عدم احترام الشخص الآخر، وبالتأكيد بيؤدي إلى تدهور العلاقات أو التسبب في ضرر نفسي أو جسدي. المهم في هذه الحالات هو التعامل بحذر ومحاولة تهدئة الوضع أو البحث عن مساعدة إذا استدعي الأمر، لأنه موضوع في منتهى الخطورة. فأنا عايزة أقول لكم طبعاً إحنا أكيد كلنا بنشوف دلوقتي، سواء في الشوارع وإحنا خارجين رايحين أي مشوار في أي مكان، حتى لو مكان يعني ما يصحش فيه الخناقات أو الخلافات، ولكن بنجد إن بيحصل تطاول كبير جداً ما بين الأشخاص وعلى أتفه الأسباب. وهنناقش الموضوع ده معانا الأستاذة أسماء رمزي، مسؤول الرصد والتوثيق بمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية. أهلاً بحضرتك أستاذة أسماء. زي حضرتك، أهلاً. يا رب يكون يومك سعيد. سعيد برؤيتك بحضرتك وبتواجدك معايا في استوديو الملك. ربنا يخليكي، من ذوقك. ميرسي. أستاذة، الموضوع بتاع النهارده عاجبني قوي. الموضوع بتاع النهارده أستاذة أسماء أنا شايفة إنه مهم جدا، لأنه أساس تقدري تقولي عامل مشترك كده في كل المشاكل اللي إحنا بقينا فيها. إحنا كل يوم بنقوم على خناقة وعلى مشاكل وعلى وللأسف بتتطور. يعني إحنا ممكن نختلف في الآراء، والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، لكن إن إحنا نتشابك بالألفاظ أو بالحركات أو بالأيدي، ده شيء مرفوض تماما أستاذة أسماء. طبعا مظبوط. احنا بداية كلامنا عايزين بس نعرف ايه هو التطاول اللفظي والحركي، لان احنا خلاص المواضيع ما بقتش واضحه لكل الناس. بالظبط. الناس بقت بتفوت كلام يعني ما ينفعش انه يتقال، يقول لك ده كلام عادي. كلام عادي. بالظبط. يعني حضرتك عرفي او فهمي المشاهد يعني ايه تطاول بالمعنى البسيط الدارج كده. هو التطاول اللفظي او الحركي هو اي لفظ سلبي يقال اتجاه الاخر. انا واقفه بتكلم معاكي في اي موضوع، فانا اقول لك كلمه ما ينفعش انها تتقال، او اتهكم عليكي، او ابدا اشتم او اسب او العن او عم او اقول الفاظ جنسيه ما ينفعش انها تتقال، وبتمر في الشارع كده. يعني الواحد بيبقى قاعد هو وبنته في الشارع او معدي تاكسي، لفظ يتقال كتير. لو سالتني انا هقول لها ايه؟ للاسف للاسف فعلا الالفاظ بقت شائعه جدا، الجارحه والفاظ نابيه لا تصح ابدا انها تتقال في الشارع على مرأة ومسمع من الناس كلها، وخصوصا الاطفال. أستاذة أسماء إحنا بننشئ جيل. حضرتك بقى التنمر والسخرية، أصل أنا بهزر معاك، كلمة بسيطة ممكن تجرح بني آدم يقعد عليها سنين عنده عقد بسبب كلمة. طبعا إحنا لسه بنقول دلوقتي يعني ما ينفعش إن إحنا يعني نقف لبعض على كل كلمة وكل حركة ونعلق عليها، وبالتالي نعمل عليها مشكلة وندخل بقى في الحوارات اللي إحنا بنسمعها يا أستاذة أسماء. يعني إحنا بنقول رجاء للناس حتى لما يقول كلمة يبقى عارف إيه الكلمة
الكلمه اللي هي خارجه منه، مش بنقول كلام وخلاص يجرح الناس. زي البغبغانات احنا بنكررها. وعلى فكره انت لو سالتي المتنمر ده انت قصدك ايه بالكلام، معظم الكلام هو ما بيبقاش عارف معناه، هو بيكرره زي البغبغانات. طب استاذه اسماء، يا ترى ايه الاسباب اللي بتدفع الاشخاص الى التطاول على الاخرين؟ والله انا شايفه السبب الاساسي والرئيسي في الموضوع ده اهمالنا الجانب التربيه لاطفالنا. لان احنا ظهرت مؤخرا نماذج بتاخد حقها بالزعيق والصوت العالي والتطاول والسب والبلطجه، فهم شايفين ان هو ده الحل. يعني الاطفال اللي بيتربوا بيشايفين ان انا عشان اقدر اخد حقي او افرض وجهه نظري او حتى اقول اللي عندي لازم يبقى صوتي عالي، لازم استخدم طريقه ما فيهاش لا ذوق ولا فيها اختيارات للالفاظ عشان اوضح انا بقول ايه. فعلا انا ما بقتش عايزه اسمعك اساسا. فعلا استاذه اسماء، هو للاسف كل واحد فاكر دلوقتي ان انا لما اعلي صوتي وازعق واخد حقي بدراعي، ما ينفعش ان انا اخد حقي بالذوق بالادب والاحترام. والنماذج كمان اللي طالعه حوالينا بتاكد ان احنا يعني ان احنا سيبنا الموضوع لما تدهور. تفاقم المشكله، تفاقمت فعلا. وبقى ايه بقى للاسف استاذه اسماء، يعني معلش يعني تحس ان بقى حتى في ناس ليها قيمه في المجتمع وليها هيبه وليها تاريخ، برضو في ناس بقى تتطول عليها، واكيد ده ما ينفعش. في رموز، في رموز في المجتمع، في ملفات وقواضي كتير في مباحث الانترنت عن التطاول اللفظي اللي بيحصل على وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا طبعا، الاشخاص العامه والاشخاص العاديين بالسب والقصف وطريقه الكلام السافله. ليه وصلنا للوضع ده؟ لان ما فيش تربيه. ايوه انا شايفه ان اهمالنا كمان للجانب الاخلاقي ده صعب. انا عارفه ان مش انا لوحدي اللي بربي، والجانب الديني كمان بيربي، يا استاذه اسماء، والمدرسه بتربي والجد بيربي والاصدقاء بيربوا، انا عارفه ده، بس دوري لازم اعمله. طبعا يعني ابسط حاجه لما اقول لاولادي ان يعني ارجع بقى بمرجعيه دينيه، اقول لهم مثلا ان الرسول كان بيعمل كده مع اعدائه، مع ان هم كانوا اعدائه، كان بيتصرف ازاي مع اصحابه، حتى لما كان بيختلف الراي معاهم كان بيعمل ايه، كان بيقابل الاساءه ان ده مجرد كلام يعني. بس انا طبعًا اللي بعمله دلوقتي ده دوري اللي لازم اعمله. طبعًا انا عارفه ان طبعًا بعد كده المواضيع هتتطور، وان المدرسه هتتدخل في التربيه، والاصدقاء هيتدخلوا، والقرايب هيتدخلوا، والتلفزيون هيتدخل. بس ده اللي انا لازم اعمله، ده دوري اللي ربنا يعني فيه. حضرتك يعني بتتكلمي في نقطه ان احنا نتقن موضوع التربيه طبعا للاولاد، ونعرفهم يعني اسوه برسولنا الكريم طبعا كان بيعمل ايه حتى مع اعدائه. يعني ان ما ينفعش، لازم ننشئ الاولاد ان احنا ما ينفعش ان احنا ناخد حقنا باللفظ، او ان انا اتطول على زميلي، او ان انا امد ايدي عليه، دي جريمه. اوريه الجانب الاخر. يعني انت دلوقتي لما بتتنمر على صاحبك في المدرسه، انت عارف صاحبك اتاذى قد ايه؟ صحيح انت ما ضربتوش، ما عملتلوش كدمات، ما سبتلوش اي اثار، بس الاثر النفسي اللي انت سبته له اقصى كتير، واثره هيبقى صعب والوقت طويل من الاثر البدني. طبعا طبعا، حط نفسك مكانه. يعني لازم افهمه ان في انت عملت كده، بس رد الفعل كذا. حط نفسك مكانه، حط نفسك ان انت دلوقتي في حد بيتنمر عليك. صحيح، لازم اخليه يفهم ان السلوك ده سلوك سيء، وان اللي بيحصل ده مش لازم، ما ينفعش يقول لي كلمه ايه، اصل كلنا بنتريق، اصل كلنا بنلعب، اصل كلنا بنضحك، اصل انا مش قصدي، ما عادي بقى فوتيها. صح، ما ايوه، ما هي تعميم المشكله ده مش دليل انها كويسه، لا ده تعميم المشكله ده دليل ان في مصيبه. يا استاذه اسماء، انا اعرف اولاد في المدارس بيبقى معاه مثلا متواجد معاه في الفصل ولد من ذوي الاحتياجات الخاصه، له طبعا قدراته العقليه اللي كلنا عارفينها، ومع ذلك امه او والدته في البيت مش معلماه ومش مربياه ان انت تتعامل معاه بطريقه تناسب يعني عقليته، وبالتالي الاولاد قلتي ايه؟ الاهل والبيت والتربيه بالزبط. والام هم السبب الاساسي والرئيسي في اللي بيجرى. طبعا طبعا، ولازم برضو نقوي فيهم العامل الديني، اللي هي يعني اي لفظ بيخرج مننا يا جماعه، او اي حركه مش مظبوطه بتسيء للشخص اللي قدامنا، يعني اكيد طبعا بنكتسب سيئات كبيره جدا، ونهانا عليها طبعا كل الفاحش البذيء. الله. يعني يعني انا ابسط كلمه ممكن تنحسب عليا، مش بس الذنوب، انا بيبقى شكلي وحش عند ربنا.
طبعا 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 اكيد اكيد. ما احنا بقى يا استاذه اسماء، احنا الحلقه دي احنا قررنا ان احنا نعملها علشان خاطر احنا بنقدم للناس طبعا، وده دور الاعلام، الوعي بضروره بقى نرجع قيمنا القديمه ونرجع احترامنا لبعض واحترام اولادنا لبعض. احنا داخلين على موسم المدارس وعايزين الولاد كده تدخل المدارس. احنا كل يوم بتلاقي ام بتشتكي ان ابنها جاي مضروب في المدرسه، أو أصحابه متنمرين عليه وشاتمينه بألفاظ جارحة. طيب والحوادث يا دكتورة، والحوادث اللي بنسمع عليها في أمريكا بتاعت واحد دخل، طالب دخل على المدرسة وضرب عليهم نار، لما بيحققوا في القضية بيكتشفوا إن زمايله تنمروا عليه فجاب سلاح وضربهم. يعني صحيح، في الأساس صحيح. الجرائم أساسها تنمر، أساسها سخرية. يعني البداية برضو هنرجع للبداية، إن إحنا لازم نعلم ولادنا إيه اللي يتقال وإيه اللي ما يتقالش. أكيد طبعا يا أستاذة أسماء. طب أستاذة أسماء، في تجربتك الشخصية حضرتك تعرضتي لأي تطاول لفظي أو حركي؟ أنا تعرضت للتطاول اللفظي، ومتهيألي إن إحنا كلنا تعرضنا له، يعني مش فعلا دي مش حاجة فردية. أول حاجة اتضايقت قوي أول مرة حصل كده معايا، اتضايقت جدا وانهارت وقعدت أكلم نفسي، هو أنا ليه ما ردتش كذا، أو أنا ليه ما عملتش كذا. فضلت أدور لحد ما ألاقي حل للحكاية دي، ليه أنا ما ردتش وليه أنا ما استخدمتش. هل أنا ضعيفة إن أنا ما ردتش ولا كدا. إيه اكتشفت حضرتك ان في حاجه اسمها الدفاع اللفظي عن النفس، الفيرب سيلف ديفنس. ده مصطلح بيستخدموه لمنع محاولات التطاول والسيطره عليها وعلى اثرها النفسي. هي مجرد وسيله للحصول على السلام النفسي والعاطفي بما يسمى باداره الخلاف. ده علم بيدرس دلوقتي، ازاي امتلك نفسي وامسك اعصابي وابقى هادي علشان اعرف ارد الاساءة بالشكل المطلوب. مش لازم ارد العنف بالعنف، لان ده مش حل. ما هو العنف ده هيولد عنف، يعني انت هتضربني انا هضربك، انت هترجع تضربني تاني. لكن الطريقة دي لقيت بقى ان هي كتب بتنكتب على الموضوع ده، محاضرات وورش بتتاخد، بسبب طبعاً ان البني ادم ازاي يعرف يمسك نفسه وازاي يرد بالشكل المطلوب في الحكاية دي. طب يرد ازاي بالشكل المطلوب يا استاذة اسماء؟ يعني واحد شتم وواحد ضرب ويعمل ايه؟ يعمل ايه بحيث يخرج برضه محافظ على كرامته برضه؟ ياخد حقه ازاي؟ اكيد مش معنى كده ان انا اعمل بني ادم سلبي بيستحمل الاهانه ويسكت. مظبوط، ابدا. مظبوط. انا مش قصدي كلام كده، لانه للاسف بس هغير طريقه رد فعلي. للاسف هيترجموا اللي حواليه الوضع ده ان هو ضعيف، وبالتالي هيزداد التطاول. لو هو ما عملش اللي المفروض يتعمل، ما هو انا مش معنى ان انا ابني جاي واحد يضربه فانا سيء اقول له لا ما تضربوش. لا طبعا، تمسك ايده ما تضربوش وتقول له احترم نفسك، احترم. ولو ضربتني انا هضربك. بالظبط، انا قادر، انا قادر ان انا ارد عليك. ان انا قوي. بس التزم حدودك. صحيح. هي الفكره كلها في ايه؟ ان انا بعرف اللي قدامي ان في حد، ما تتجاوزوش، ما تتعدهوش. مظبوط. لا لا لا، انا خالص، انا بالعكس، انا عايزه اطفال ينمو عندهم فكر وعندهم شكل معين للدفاع عن نفسهم. انا ما بعملش اطفال مستكينه بتنضرب وتسكت وما عندهاش كرامه. لا 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 خالص، انا عايزاك بس تغير رد فعلك. ما هي دي المعادله الصعبه بقى اللي احنا بنتكلم فيها يا استاذه اسماء. يعني اولا احنا يعني لا ندعو طبعا للتطاول، ولكن في نفس الوقت برضو عايزين نحافظ على يعني وضع اولادنا، يعني او ما حدش يتنمر عليهم او يتهمهم ان هم ضعفاء. فهي معادله صعبه بقى ايه. علشان كده بقى ايه الدفاع اللفظي عن النفس ده، حضرتك ده مصطلح ممكن تبحثي عنه على جوجل، هتلاقي فيه كتب مكتوبه عنه. حلو قوي قوي. تتضمن انك انت عندك لغه جسد هتعمليها، وضعيه، نبره صوت معين هتتكلمي بيه، انتقاء الكلمات. الله. عشان تهدي الوضع قبل ان، يعني انا دلوقتي لما بمسك ايده قبل ما يمد ايده عليا، انا بمنع تطور ان يبقى عنف جسدي كمان. عجبتني قوي النصيحة دي يا أستاذة أسماء، والله يعني الجزئية اللي حضرتك اتكلمت فيها دي فعلا شيء جديد احنا أول مرة نسمعه. بس أنا عاوزة حضرتك قبل ما تختمي انصحي المجتمع نصيحة كويسة وبسيطة ويقتنعوا بيها، اتفضلي. أول حاجة لازم نهتم بالتربية.
ده مفيش خلاف عليه. والدين والفرق ما بين حضرتك ان يبقى فيه تربية وفيه رعاية. تمام. انا دلوقتي دوري قدام بنتي مش بس ان انا اكلها واشربها لا، انا دوري ان انا اربيها، ان انا اعمل اعرفها الصح فين والغلط فين. هي مش فرخة هاكلها واشربها، لا، في فرق ما بين الرعاية وفي فرق ما بين التربية. التربية مرسي. عليها عامل رئيسي في العنف اللي بيتقابل الموجود اليومين دول، اللي لازم عنف. نعمل حسابه عليه. تمام. فأنا مش هربي أطفال سلبيين ما بيتحملوش. تيجي تعيط لي تقول لي ماما أصلا ضربت، بس انضربت. طب وانت عملتي ايه؟ انت لازم ليكي رد فعل. ميرسي جدا أستاذة أسماء، بنشكر حضرتك طبعا على مشاركتك الجميلة. كانت معنا الأستاذة أسماء رمزي، مسؤول الرصد والتوثيق بمركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية. وطبعا يا جماعة ده موضوع زي ما قلنا لحضراتكم مهم جدا، وأكيد استفدنا من رأي أستاذة أسماء، هي إن إحنا بدل ما إن إحنا نتطاول بإيدينا أو بألفاظ بذيئة، والأمور بتتفاقم وبتزيد والمشاكل بتزيد، وبنوصل في بعض الأحيان لقضايا. يعني لما حد في طبعا تعديات شخص على شخص بتوصل لقضايا، فإحنا مش عايزين نوصل للدرجات دي. إحنا عايزين نرجع تاني حبنا لبعض واحترامنا لبعض، وكمان اللي هو ايه الرحمة، يعني نترحم مع بعض. يعني ما نكونش مثلا في مكان كده مثلا بنادي اي مصلحة، وتبص تلاقي واحد مثلا عاوز يدخل قدام حد مثلا بدون اي يعني رحمة وبدون اي يعني سعة صدر، وبالتالي طبعا يحصل تشابك ما بينهم وتحصل مشكلة. وطبعا كلنا بنشاهد كل ده كل يوم. ومعنا نرمين من البحيرة. الو نرمين. ايوه فندم، ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الله يخليك، اخبارك ايه؟ متابعة استاذة اسماء وكلامها الجميل. تمام. بس زيادة على الكلام ده، ان احنا زمان كنا بنشوف الموضوع ده بيحصل في الاماكن الشعبية بس دلوقتي بقى المجتمع كله بالظبط. تمام. مدارس عاليه جدا، وبيحصل فيها للاسف. أيوة. خناقات وسب وقصف حقيقي. طب ازاي يعني المفروض ان الولاد دول برضو يعني على درجه عاليه، يعني زي ما قلت لحضرتك. هرجع واقول برضو انه بناء على كلام استاذه اسماء يعني واللي بعده، انه هم بيهتموا بالتعليم وازاي ان احنا نعلم ولادنا ويبقى عندهم كذا لغه. انما كتربيه وكدين فده احنا اصلا زيرو فيه. طبعا فعلا. فعلا يا استاذه نرمين، فعلا. يبقى انا قبل ما اعلمهم، ما احنا بنقول ايه، التربيه والتعليم. يعني قبل ما اهتم بالتعليم واهتم باللغه واهتم بالحاجات دي، لازم انمي في الاولاد ايه الاصول. وبالتالي لما الجيل ينشا على الاحترام، مش هنشوف بقى الحاجات اللي احنا عمالين نصطدم بيها في المجتمع دي. يا استاذه نرمين، حضرتك أكيد. كان ليكي اي تجربه في موضوع التطاول ده؟ اكيد كلنا تعرضنا لده اكيد. يعني احنا، ما انا بقول لحضرتك، هو ما بقاش هو كل المجتمع بقى بيتعامل بيه، فاهمه؟ ما بقاش حد معين بيتعامل بالاسلوب ده، كل الناس. حتى مستوى العلمي لما يكون لدرجه علميه عاليه برضه في ناس بقى اسهل حاجه النرفزه والعصبيه والفاظ تطلع مش كويسه غير لائقه، ولو تطور الموضوع بيقوموا بيتخانقوا وبيضربوا بعض. اكيد. وهي دي الحاجه اللي احنا عايزين طبعا يعني نتلاشاها. وميرسي جدا استاذه نرمين. طبعا يا جماعه احنا عاوزين نرجع اكيد زي زمان. احنا طبعا في برنامج الملكه دايما نقولها نرجع اللي فات ونحافظ على اللي جاي. فاحنا نرجع كده بالذاكره للخلف، نتفرج على الافلام القديمه. الافلام القديمه على فكره جميله جدا، بتريح الاعصاب وبتدي كده للانسان يعني هدوء وطمانينه، وبنستفيد منها حاجات كويسه قوي. بنعرف الناس في الزمن ده كانوا بيعاملوا بعض ازاي، كانوا بيعاملوا بعض بمنتهى الحب والتفاهم والرحمة والتواصل والاحترام. اهم حاجة يا جماعة الاحترام. يعني انا زي ما قلت لحضراتكم، ادخل مكان موجود ناس معايا بنقضي مصلحة، لازم اكون حاطط في دماغي ان انا هحترم الشخص ده حتى لو هو اقل الطبقات. بالنسبة لي لا، شخص له كل الاحترام وكل التقدير. ولو اتعاملنا مع بعض بالاحترام وبالحب ونسينا بقى حتة ان احنا نظلم بعض، اكيد هتتغير حاجات كتير. قبل ما اختم، عايزة اقول لكم، اكلمكم في قليل الاصل وناكر الجميل. ناكر الجميل هو الشخص
ناكر الجميل، عمره ما يعترف بالفضل اللي تقدم له، ومهما قدمت له ينكر أو يقلل من شأنك ده، غير أنه كمان بيظهر جحود يجعله شخص غير جدير بالثقة أو المساعدة في المستقبل. طبعا أكيد كلنا بنصطدم في حياتنا بناكر الجميل وقليل الأصل اللي مهما بتقدم له ومهما بتعمل له في الآخر هو أول واحد بينقلب عليك، وفي الآخر مفيش أي حاجة أنت بتعملها له بتلاقيها يعني حققت معاه أي حاجة. علشان كده لازم ننتبه مين اللي احنا بنقدم له الجميل ومين اللي احنا بنكون بندي له الثقة بتاعتنا. وفي النهاية عايزة أقول إن طبعا إن شاء الله كلنا ايد مع بعض ونكون مع بعض يعني اخوات ومتحابين في المجتمع بتاعنا، يعني نحب بعض يا جماعة، نحترم بعض، نقرب من بعض اكتر، نرجع التواصل الاجتماعي ما بيننا وما بين بعض. عمرنا ابدا ما هنوصل لدرجات التطاول اللفظي او الحركي. وان شاء الله اشوفكم في حلقة تانية جديدة من موضوعات الملكة الهادفة باذن الله. لكم مني كل الحب والتقدير، كنت معكم انا ميرفت ربيع، والى اللقاء.